بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة كان عندنا مؤتمر يتعلق بالرد على بعض الامور اللي حدثت من بعض زملائنا اعضاء هيئة قضايا الدولة اثناء لقائهم بداخل مجلس الشورى لمناقشة الاختصاص المرغوب اللي هم بيطلبوه. الحقيقة هم في الهيئة من حقهم يطلبوا الاختصاص اللي يروه، لكن احنا ما عقدنا المؤتمر لانهم بيطلبوا اختصاص ليس اختصاصهم او حتى نؤيدهم فيه، انما عقدناه لانه مطالبة اللي تمت بالاختصاص تمت على اساس ان هم يبنوها على مهاجمة مستشاري مجلس الدولة ومهاجمة الانتدابات ومهاجمة المجلس بانه المتسبب في التأخير في فصل الدعاوى والادعاءات. كل دي ادعاءات يعني غير صحيحة، وكان لابد ان احنا نرد عليها. فعشان كده كان المؤتمر ليس موجها ضد الهيئة كهيئة في ان احنا لا نحبها، بل بالعكس احنا بنحب هيئة الدولة والنيابة الادارية، كل الهيئات بنعتز بيها كشقيقة بتؤدي دورها في العمل القانوني، لكن في نفس الوقت نرفض تماما ان يتجرأ احد على مستشاري مجلس الدولة. لا، ما فيش حاجة اكتر من احنا يعني بنقبل، يعني احنا لو كان حد جاء قال لنا، يعني احنا لم نكن نقصد ان الزميل اللي قال الكلام ده لا يعبر عن الهيئة انما يعبر عن نفسه، ان اللي تهكم على المستشارين وتحدث عنهم بطريقة غير لائقة ما بيمثلناش او حتى بيمثلنا ولكن كانت هفوة، كنا يعني تقبلنا المسألة وما كانش في حاجة الى مثل هذا المؤتمر. هذا المؤتمر جاء ردا على هذه الانتهاكات، ان ما اعتبرها وصلت الى حد ارتكاب جرائم في حق قضاة مجلس الدولة، وان السكوت عليها لم يكن لائقا في ضوء ان جميع زملائنا في مجلس الدولة متضررين من مثل هذه الاقوال، ولو كان الامر اقتصر على المطالبة باختصاص لكنا قد تناقشنا موضوعيا في الاختصاص ووافقناهم او اعترضنا او ما الى ذلك، وهذه سمة الحياة كلها. اما ان يكون المطالبة بالاختصاص على انقاض سمعة وكيان مستشاري مجلس الدولة فهذا ما لا نقبله اطلاقا، وعشان كده كان المؤتمر.